اتحركوا دلوقتي وبهدوء، انا مستني جنب التليفون، ابقى بلغني اول باول. هتشيل الفستان يا دادا. هتروحي فين دلوقتي؟ مش عارفة، بفكر ارمي نفسي من المقطم. استغفري ربنا يا ستي، ربنا يكفيكي الشر. ايه رأيك في ده؟ ايه ده؟ والنبي ما انتي كسفانة يا ست هانم. لسه بدري يا دادا. ايه الحزن في القلب يا ست هانم؟ راحتي الفستان الاسود بلاش لك اياها. أمرك يا ست هاني، اتفضلي. يلا خلاص بسرعة شوية بسرعة. حاضر يا ست هاني. رشا الخضري؟ ايوه. ممكن تفضلي معنا؟ اتفضل. معاكم على فين؟ هناك هتعرفي. اتفضلي. طب ممكن ادخل العربية؟ سيبيها واحنا هندخلها. الاسم والسن والعنوان. البتع السيد الخضري، 32 سنة، فيلا رشا بالمقطم. والمهنة؟ فنانة. اللي مكتوب في البطاقة؟ مطربة بالإذاعة المصرية. ممكن أعرف أنا هنا ليه؟ هتعرفي كل حاجة إن شاء الله. ممكن حضرتك أتكلم في التليفون؟ لا ده انا. مين ده؟ ده مخرج عالمي كان عايز يعمل فيلم مشترك عن كليوباترا. ده الفيلم اللي ما اتعملش. ايوه. وده يبقى مين؟ ده المساعد بتاعه. مساعد ايه؟ مساعد اخراج. علاقتك بيه كانت ايه؟ مفيش اي علاقة، علاقة عمل. انت قلتيلي كان اسمه ايه؟ مش فاكرة. ايه اللي بيديهولك ده؟ ده ظرف. ما انا شايف انه ظرف. كان فيه ايه؟ اجري. اجرك؟ اجرك عن ايه بقى؟ عن حفلة عملتها لهم من يومين، وما كنتش أنا لوحدي طبعا، كان معايا ناس كتير تانية.
أظن كل شيء واضح يا مدام. سيادتك قصدك إيه؟ مفيش داعي للإنكار يا بدعم، إحنا عارفين كل حاجة. سيادتك عايز تفهمني إنكم بتحققوا معايا عشان شوية الحاجات التافهة دي؟ إيه؟ مش كفاية؟ لا طبعاً مش كفاية. أنا ممكن أكون عملت بلاوي كتير قوي في حياتي، إنما الحاجات دي بالذات اللي أنتوا بتقولوا عليها ما حصلش. وتحريات الشرطة وتقارير مباحث أمن الدولة وموت جوزك المقدم حسن سلطان البكري. وإيه دخل حسن في الحكاية دي؟ المعلومات اللي عندي بتقول إنه انتحر بسبب تسرب أوراق سرية من مكتبه عن طريق مراته اللي هو حضرتك. غلط. إيه هو اللي غلط؟ المعلومات اللي عندي سعادتك غلط. أن جوزي اتقتل ما انتحرش. إيه؟ بتقول إيه؟ بقول لسعادتك جوزي المقدم حسن سلطان البكري اتقتل ما انتحرش. أنا الثابت عندي في الأوراق إنه انتحر. وأنا بأؤكد لسعادتك إنه اتقتل. عندك دليل على كلامك ده؟ يوم الحادثة حسن طلبني في التليفون وقال لي ألبس عشان هنروح نسهر نحتفل بعيد جوازنا. بعدها بساعتين طلبوني قالوا لي إنهم لقوه في عربيته في الهرم مضروب رصاص وإنه انتحر. تصدق سعادتك واحد يعزم مراته على العشاء يروح يقتل نفسه؟ طب ازاي؟ ما قلتيش الكلام ده في التحقيق ليه؟ محدش سألني ولا سأل فيا. قلت كتير وصرخت كتير واخر ما زهقت رحت لصاحبه وحكيت له على كل حاجه. مين صاحبه ده؟ المقدم سعد، سعد الدين سلومه. طبيعي يا فندم، طبيعي ان واحده مكلومه في جوزها طبيعي انها ترفض فكره انه انتحر، خصوصا انهم كانوا بيحبوا بعض قوي. امال تفسر بايه انه اتصل بيها قبل ما ينتحر بساعتين واتفقوا يتقابلوا علشان يسهروا سوا؟ الحقيقه انا ليها تفسير خاص للمساله دي. اللي هو حسن الله يرحمه كان متوتر قوي في الفتره الاخرانيه، كان في كلام عن تسرب معلومات من الاداره من مكتبه هو بالذات، عشان كده اتشكلت لجنه للتحقيق في الموضوع ده، وحسن كان مطلوب للحضور قدامها تاني يوم. مش جايز يكون معرفش بالحكايه دي غير بعد ما اكلمها. فبدل ما يروح يقابل مراته قتل نفسه؟ بالظبط. يعني انت واثق انه انتحر ما اتقتلش؟ ده اللي ثابت في التحقيقات يا حازم بيه. المعلومات اللي اتسربت من مكتب المقدم حسن كانت خاصه بايه؟ معرفش. متعرفش ولا مش مسموح لك؟ لتشوف سعادتك. انا اسف لازعاجك يا سياده المقدم. لا ابدا، تحت امر حضرتك في اي وقت. القضية تماما. انت هتصدق كلام واحدة زي دي يا حازم؟ القضية خالصة وجاهزة ومتقفلة بالطب والمفتاح. ها خلصت يا فؤاد؟ لسه يا فندم. لسه ومستني ايه؟ ما تخلصونا يا اخوانا، البلد مقلوبة على كف عفريت، ورانا قضايا متلتلة، قضية المشير من ناحية وحياة الطيران من ناحية، وانتوا ولا حاسين بحاجة، والله أعلم هيكون في ايه تاني. انتوا ايه؟ سلاحف؟ حاضر يا فندم. القضية اللي في ايدك دي عايزة تتحول للمحكمة بسرعة وتحدد لها جلسة في خلال أسبوع بالكتير، مفهوم؟ مفهوم. المتهم يا فندم. اتفضل يا مدام رشا. مدام رشا، كل الكلام اللي قلتهولي مفيش عليه اي دليل. يا فندم هي دي الحقيقه صدقني. ولما هي الحقيقه ما قلتيش الكلام ده من زمان ليه؟ ايه اللي خلاكي سكتي؟ انا ما سكتش، انا اتصلت بالصحافه وقلت لهم ان جوزي ما انتحرش اتقتل، وقلت لهم اني مش هسكت وهبهدل الدنيا. والكلام ده اتنشر؟ للأسف لا. ليه؟ تفتكر سعادتك ليه؟ مش جايز وجودي هنا له علاقة بالموضوع ده. يا فندم أنا متأكدة إن التهمة دي متلفة إلي. ممكن سعادتك أتكلم في التليفون؟
مدام رشا، انا عاوزك تقوليلي على اسماء كل اللي كان يعرفهم جوزك، كل اللي كان على علاقة بيهم في الفترة الاخيرة، ايا كان هما مين. الاسم والسن والعنوان. يوسف ابو نصير، 37 سنة، 18 شارع اسيوط، مصر الجديدة. ايه علاقتك بالمرحوم المقدم حسن سلطان البكري؟ عبد الجبار محمد عبد الجبار، مقاول، السن 43 سنة، ساكن في شارع الكامل محمد في الزمالك. تعرف ايه عن حادث انتحار المقدم حسن سلطان البكري؟ ابراهيم مختار السويفي، 38 سنة، 28 شارع النيل بالعجوزة. كانت علاقتك ايه بالمرحوم المقدم حسن سلطان البكري؟ راح انا ما شفتش حاجة. عاوز ملف انتحار المقدم حسن سلطان البكري، بكره الصبح يكون على مكتبي. الحكايه كده هتوسع، الموضوع ده لازم يتلم في اسرع وقت. لا لا، انا هتصرف. امال حازم بيه فين؟ حازم بيطلع اجازه، وانا بقى اللي هحقق معاكي. انت بنت النجمه المشهوره رشا ايه؟ فكهاني؟ انا الباتع السيد الخضري. مش هتفرق كتير. بتتكلمي مع النيابه تقوم انت واقفه. افتح المحضر يا سيد. اسمك وسنك وعنوانك زي ما هم في البطاقة بالظبط. واحنا هنبدا من اول وجديد؟ ايه عندك مانع؟ حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة الباتعة السيد الخضري بالاشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة جميع اموالها وممتلكاتها. رفعت الجلسة. مفيش تليفون هنا. نعم يا اختي. مفيش تليفون هنا. تليفون؟ لا يا عين ام، يلا خلصين. اهي 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 يا بنت، اهي هي دي. لا يا شيخه مش هي يا بنت، هي ده انا حافظه شعرها وشكلها. يا حلولي ده انا حافظه كل اغانيها. هي مين دي؟ رشا الخضر المغنيه. ودي جايه في ايه؟ اكيد في السياسه ولا في اداب، حد يعلم؟ ما ينفعش كده، لازم تعرفي تكيفي نفسك مع الوضع اللي انت فيه. انت مش قاعده اسبوع وماشيه، ده عمري يا اختي. تاخدي سجاره؟ بلاش. طبعا كلنا عارفين انت مين واسمك ايه. انا بقى امال نجم، صحفيه. اه صحفيه.
صيف، بس يعني زي ما تقولي كده واخده اجازه من الجورنال بستجمني. هو انت ما بتتكلميش ابدا يا بنتي فضفضي؟ اتكلمي احكي كده، مش كويس علشانك، ما تكتميش في نفسك. هو الواحده هنا ما تقدرش تتكلم في التليفون. ما دام معاكي سجاير ممكن تعملي اي حاجه. انا عايزه اتكلم في التليفون ضروري. يا سلام، بس كده دي سهله، سيبي الحكايه دي عليا. يلا محدش بيرد. يبقى كفاية كده قوي. يلا يا جماعة الزيارة انتهت، الزيارة انتهت. يلا يا جماعة الزيارة انتهت. مين دول؟ ولادي عمرو ودينا، واللي معاهم ده جوزي رأفت. حلوين مش كده؟ حلوين قوي، ربنا يخليهم لك. لا قولي لي يا رشا، انت عمرك ما خلفتي؟ كان نفسي لكن ما حصلش. امال مين اللي قعد معاهم؟ جوزي رافض. اصل احنا عاملين اتفاقيه ما نتسجنش مع بعض عشان حد يقعد بالعيال. هو انتوا لازم تتسجنوا؟ اهو ده اللي بيحصل. صحفيين بقى ولساننا طويل، وما بيعجبناش العجب ولا الصيام في رجب. انت عارفه جوزي قال لي ايه لما عرف انك زميلتي؟ قال لك ايه؟ قال لي اهي دي احسن فرصه عشان نفضح بيها عالم الشطار. الشطار مين؟ الحراميه اللي سارقين البلد وفاكرين انها عزبه ورسوها عن اهاليهم. وانا ايه دخلي بيهم؟ ازاي بقى؟ انت مش كنت عايشه معاهم وسطيهم؟ انت عارفه التهمه اللي انا دخلت بيها هنا ايه؟ قريت عنها. لو قلت لك اني مظلومه تصدقيني؟ في زمن الشطار ممكن اصدق اي حاجه. تخيلي اني ممكن تقضي كل حياتك جوه السجن عشان جريمه انت ما ارتكبتيهاش. طب ما تحكيلي، اكيد اما تتكلمي هترتاحي وتجاوبيني على السؤال اللي هيجنني، اللي هو انا هنا ليه؟ ما انت ما تحكي هتفتكري، ولما تفتكري اكيد هتفكري. ساعتها ممكن نربط الحاجات ببعض. هنبتدي منين؟ من مطرح ما يعجبك. كان عندي 16 سنة لما هربت من بيتنا في طنطا واتجوزت جدع اسمه انطر كوباية. كنا بنسرح سوا في الموالد والافراح. تعبنا دبنا قسينا قلوبنا تعبنا ودبنا قسينا قلوبنا تعبنا ودبنا قسينا قلوبنا تعبنا ودبنا
كنا بنوزع مخدرات لحساب راجل اسمه كحكوح، وكنا اخر الليل نتلم عنده، كل واحد منا ياخد نصيبه. امسك يا سعادة. سكة يا بتاع. تشكر يا معلم. انا يا راجل هي سفلاعة. اجر يا بنت، ما انت واكلة شربة متكيفة على سنجة عشرة، تحت نهابي ولا ايه؟ سلامك يا حكوح. ربنا يهدي جواك يا بعيد. عاجبك كده؟ مين كحكوح ده؟ ده راجل غرزجي بيتاجر في المخدرات، انما ايه؟ راجل سالك يفوت في الحديد. كان دايما بيعاكسني. ولا يهمك يا بنت، رقبتي سداده من جنيه لعشر. تعبت يا معلم من المدعوق اللي اسمه عنتر كوبايه ده، مش احططني وراه من مولد لمولد ومن فرح لفرح، ويا ريت عاجب. حمار حمار ومش حاسس بقيمتك. ده انت الواحد يحطك جوه عينيه ويخمطهم ويتكحل عليك ويقول لي لا ايش 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 لا يجرح خدودك. بقول لك ايه، تيجي نطلع فوق. فوق فين يا معلم؟ فوق فوق، انا عندي اوضه محدقه قوي، هندخل فيها ونقفل علينا، ولا من شاف ولا من دري. هناكل هناكل من البس يا بنت. صح. الله جرى يا معلم كحكوح، انت فاكرني واحده من اياهم ولا ايه؟ ده انا على ذمه راجل. راجل ده عنتر كوبايه ده راجل. ان شاء الله يكون عقب سجار، مش بدل ما الدنيا تلطم فيا يمين وشمال اهو ظهر السند عليه. ظهر ده قافة، مش كفايه متجوز عليكي ثلاثه؟ اهو نصيبي بقى. غيري يا بنت غيري، وانا اهو انا موجود اهو. اتجوزتي؟ ايوه، وابتديت اشتغل معاه في المخدرات. اكتب الكلام ده؟ الله، انت مش قلتي لي احكي لك عن كل حاجه؟ المهم في يوم كحكوح قال لي ان في ناس مهمين قوي جايه تسهر عندنا في الغرزه. اهلا يا شرقاوي بيه. اهلا اهلا يا كحكوح. كله تمام زي ما مر. مشى الصبيان وفضلت انا وهو عشان نخدم على البهوات. اتفضل يا باشا اتفضل. ازيك يا باشا؟ اهلا يا باشا، ازيك؟ نورت. ايه ده يا كحكوح؟ احنا مش قلنا مش عايزين هنا حد خالص؟ يا باشا ده لزوم القعدة. دول شوية مزكتية عمي، لا بيشوفوا ولا بيسمعوا ولا حتى بيكلموا. صح. يلا استناني. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل تفضلوا يا بهوات تفضل. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا هو في حد جاي؟ مين مين؟ يلا يا كحكوح بسرعة شوية. أنا جاهز. يلا جاهز يا باشا جاهز.
ناس كبار قوي ضيوف الشعب. مين يعني؟ احنا مالنا ومال السياسه؟ مالنا ازاي؟ ما تفتح لحلي بقى. الله يا اهلا بالبهوات. مسها يا شرقاوي بيه. مية مسها. خليك معايا خليك معايا. حلو صنفك يا حكومة. البركة بسعادتك يا باشا. جرب يا دكتور. سعيد يا بهوات. نورتك نورتك كحكوح بلس. جراك كحكوح يا القعده ناس كده ليه؟ ما الفرقه شغاله يا باشا؟ دي فرقه معتقه. احنا عايزين غموس يا راجل. نور لي سعادتك لاحسن الحكايه والمساله مضلمه معايا على الاخر. بقول لك ايه؟ ما تستعبطش، كلنا عارفين ان الجماعه طول عمرهم بيغنوا. من يوم ما هربت مع عنتر كوبايه من طنطا واتجوزته. ها يلا شوف نفسك شوف نفسك. قال لي الليله تصهري لك يا كحكوح. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم؟ 100 100. يلا يا كحكح صهري. يلا ثانية ثانية واحدة يا باشا. سمعتي؟ سمعت. طب واللي عمل يا بتا؟ ماليش دعوه يا اخويا. انت مش حركت عليا ما غنيش؟ ماليش دعوه. صح صح. الا المره دي يا بتا، انا في عرضك يا قدوري ورا الشمس وبتعرف ليش طريق جر. أوامركم يا بهوات. إيه يا بتعة؟ هتسمعينا حاجة خاصة بيكي ولا حاجة عارفينها كلنا؟ يا باشا أنا مش مطربة ولا حاجة، أنا كنت بغني كده يعني على قدي. يعني الشيء لزوم الشيء. هو ده بالظبط اللي إحنا عاوزينه. لزوم الشيء. أمرك يا باشا. مش انت ما فرقاش. انت انت ما انتاش. سوى انت مش انت ما فرقاش. شايفك بتدور على نفسك. سيبك من الدنيا وشوف نفسك. دي القعدة بتحلى وبنفسك. على رأي فلان ابن طناشي. ما تحب حب حب حب. ما تحب حب حب حبك هاشي. الدبابيس الهوا شك 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 شكها. وخيوط الشوك
شب 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 بكها دبابيس الهوا شب شب شك شك شكها وخيوط الشوق شب 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 بكها على قد ما تقدر تهشي والدنيا لعبها وهشكها على قد ما تقدر تهشي والدنيا لعبها وهشكها ها هتهشكها ها هتهشكها لا ما هشكها هتشكشكها لا ما هشكشكها هتشبكها لا ما هشبكهاش على رأي فلان ابن طناشي ما تحب حب 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 ما تحب حب حب حبك هاشي مش اي اي بغمزة واحدة واحدة وبهزة واحدة واحدة لو كنت رايح هتبقى جاي لو انت انت يا انت طب ما احنا 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 بس احنا احنا مش اي اي بغمزة واحدة واحدة وبهزة واحدة واحدة لو كنت رايح هتبقى جاي هتهشكها لا ما هشكهاش هتشكشكها لا ما هشكشكهاش هتشبكها لا ما هشبكهاش هتهشكها ما هشكهاش هتشكشكها ما هشكشكهاش هتشبكها ما هشبكهاش ما هشكهاش هتشكشكها ما هشبكهاش انت فعلا صوتك حلو قوي يا بنت قلم ورقه ورقه شكرا بسرعه يلا يلا سعيد بسرعه ما فيش داعي للخمه دي انت تعرفي الاذاعه اذاعه ايه يا باشا بلاش حكايه باشا دي مهاره من زمان لا مؤاخذه يا باشا هتروحي للمدير الاذاعه شارع شريف هنا تدي له الورقه دي وهو هيتصرف يتصرف يعمل ايه يعني هيخليك تغني اغني فين في الاذاعه يعني الراديو اللي احنا بنسمعه ده ايه بلاش مش معقول ربنا ما يحرمنا منك يا باشا ربنا يخليك لنا يا باشا انت تستاهلي كل خير كنت حاسه انه كبير قوي ومهم قوي حسيت انه يقدر يطول السما بايديه انا اسف يا اساتذه سياده البيل مدير مش فاضي قابل اي حد النهارده عنده اجتماع مهم جدا هقول يا اساتذه قلنا هقول يا اساتذه ايه ما بتفهموش طب ممكن افوت على حضرته تاني امتى في اختراع عملوه اسمه التليفون بتصل بيا وانا احضر لك ميعاد تقابليه طب خد ادي له الورقه دي ايه دي ورقه معسل انت فاكره نفسك فين في غرزه دخلها له انت بس ومالكش دعوه لا انا هجيب لك الامن يطردوكي بره هتعمل ايه اسمع كلامي ودخلها له حسن يا حسن هتتاذي هتتاذي بالقوي يلا يا حبيبي
يلا يا شاطر دخلها له. اسمع الكلام. طب استنى هنا شوية. يا دي النور يا دي الهنا، اهلا بيك يا انسه بتعه. يا ود كويس ان جيت في معاك. تعالى تعالى بس عايزك. ادي فينا حصل بالاذن بس من خزه واجي. يا عم تعال عايزك في حاجه مهمه. يا استاذي انا بس ايه ده؟ مش مهم. مش مهم ازاي دول 15 جنيه حصلتهم من ده القص الاخير بتاع يا اخي. انسى حد ينسى حياته دول 15 جنيه. خد يا ابني اصرف لي القص ده بالخزنه وهتودع على المكتب. الله ايه الحكايه يا استاذ احمد عادل بالظبط؟ تعالى ايه في ايه بس؟ انا عندي قنبله. قنبله؟ فين؟ في المكتب. مكتب بلغت الامن. قد ايه تراخر؟ بقول لك قنبله، قنبله بشريه. بس بقول لك ايه؟ متوصى عليها من فوق فوق قوي قوي قوي. متوصى عليها عشان تبقى ايه يعني؟ مغنيه. مغنيه؟ والله عشت يا قوت اليوم الاسود اللي بالغنى بواسطه فيه. بقول لك ايه؟ انت مش محتاج فلوس؟ ده انا مقشر على الاخر، ده انا مضروب في السوق، انا عاوز ادفع حق اجره الاوضه اللي انا قاعد فيها. طب بقول لك ايه؟ انت كل اللي هتعمله هتكتب لها اغنيتين ثلاثه وتقبض اللي انت عايزه. يا قوه الله، دي قنبله موقوته. موقوته ايه؟ ذريه يا عبد العال. مش قلت لك استنى يا استاذ عبد العال؟ مين الكلام دي؟ قول لف معايا لفين كده لفتين تلاته. تعال تعال لا وريني. اوريك ايه؟ ما وريك ده بقى يا استاذ عبد العال. هو انا جاي اغني ولا جاي اتصور؟ الاستاذ ايه؟ الاستاذ ياقوت السايخ اكبر مؤلف اغاني في مصر. الانسه بتعه. بتعه؟ ايه ده، في حد هنا اسمه بتعه؟ اسمع انا مش اي ولا زي ده، انا بتعه السيد الخضري. اسكتي خالص اسكتي، ده انت دمرتيني يا مدمره يا متفجره. ده انا اتشرخت. لا ده انا حصل لي ديستورشن في كياني كله من فوق لتحت. اسمعي انا هسميكي انت اسمك شل جاي معايا. اسكتي خالص. اسمك رشا. بقيت نجمه مشهوره، سبتك حكوح والحاره وخدت شقه جديده، خدم وحشم سفرجيه حفلات وسهرات مولد. كل ليلة كده سهر وشرب وضحك ورقص. كنت بسمع كلمة من هنا كلمة من هناك، لكن قليل قوي اللي كنت بفهمه. كانت الدنيا واخداني، وفي يوم جاني واحد اداني ورقة فيها عنوان وقال لي اني مطلوبة عند مصطفى بيه. كانت أول مرة أروح هناك، لسه في اجتماع يا فندم. حاضر يا فندم، هبلغه.
مع السلامة. مدام رشا، سعادتك تشربي حاجة؟ لا متشكرة ولا حاجة. ثواني، وطارق بيه هيكون عند سعادتك. انتي كنتي رايحة تقابلي طارق بيه ولا مصطفى بيه؟ والله ما انا عارفة، فجأة حسيت اني مش فاهمة حاجة خالص. سعادتك، اهلا يا باشا. انا طبعا واحد من المعجبين بيك وبفنك. اتفضلي. ايه ده، ما جابولكيش حاجه؟ اشربي. ايه؟ متشكره يا فندم. يا فندم انا، انت ما فيش عليك اي حاجه يا مدام رشا، احنا عارفينك كويس قوي وعارفين انك انت انسانه وطنيه، لكن بعض الناس اللي بيسهروا عندك دول بقى مشكوك في وطنيتهم. امشيهم سعادتك يا فندم؟ بالعكس، احنا عايزينهم عشان يفضلوا دايما تحت عينينا، عايزين نعرف هما بيقولوا ايه، بيعملوا ايه، بيخططوا ليه، مش كده ولا ايه؟ حاضر، تحت امر سيادتك. مطلوب منك انك تشجع اصحابك انهم يجوا يسهروا عندك، يسهروا ويلعبوا ويتكلموا، ويشجعوا اصحابهم انهم يجوا كمان، مش بس اصحابهم، لا اصحاب اصحابهم، مفهوم؟ امرك يا فندم. حاضر، مع السلامه مدام رشا. انا كل اللي كان تعبني ما حسيتش لحظه انه فاكرني، كان بيكلمني كاني انسان غريب عنه بيقابلها لاول مره. تخيلي ان لحد النهارده ما عرفش هو بيشتغل ايه ولا حتى اسمه الحقيقي ايه. لكن انت ما قلتليش جوزك كحكوح ما حاولش يتصل بيك في الفتره دي. كحكوح جاني مره الاستوديو لما ابتديت امثل في السينما. اف 42 ولا 50؟ هو يا كامله ايه يا سعد؟ خلاص يا استاذ، خلاص اتفضل. رشا انا عاوز اخلص الشوط ده بايشك. شو بعدين يا اوتي؟ ما تنرفزنيش امال، ما انا بجهز اهو. طيب ايه؟ اتفضل يا استاذ. مش المشهد ده. اتفضلي. هتشكشكها لا ما حشكشكهاش، هتشكشكها لا ما حشكشكهاش، هتشبكها لا ما حشبكهاش، هتشكشكها لا ما حشكشكهاش، هتشبكها شكشوكه مصطفى دي على اخر الزمن، شكشوكه وليله وعكس الجدبه يدخلوا السينما. ايه اللي دخل المعيز دول؟ انا في اوضتي. يلا اخرجوا بره، سيبونا شويه. اهلا يا كحكوح، عاش من شافك. عرفت طريقي هنا ازاي؟ ليس الميتوش يا رب الصون والعفاف. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده كله ده يا بنت يا متعه؟ انا بقى اسمي رشا. بس لايق عليا مش كده؟ رشا. والله لو بيت ام كلثوم وحطوا على راسك تاج، انت بالنسبة لي بتعة بتاع زمان. قص عليك يا بتعة، كانش العشم يا بنت عمي يا بتعة. ما تقلبهاش دراما قوي كده، تاهت والقناه، ابعد ده عن ده، ارتاح ده من ده. قصدك ايه؟ نسيب بعض يا كحكوح، ويا دار ما دخلك شر. قص عليك يا بتعة، وقلبي قلبي اعمل فيه ايه؟ وحبي. قلبك فيه السلامة وحبك على العين والراس، هات من الآخر تاخد كام وتطلع. صدقي بالله أنا كنت عارف إنك أنت هتقولي كده برضه، بس أنا بحبك قوي 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 يا بتعة،
بس بيني وبينك انا بحب الفلوس اكتر. الف كويس؟ يفتح الله. الفين؟ كلام ايه ده بس يا بتاع؟ يا بنتي ده انت حبك معشش جوه قلبي. امال عاوز كام؟ عشرة. 10,000 جنيه بالتمام والكمال. اصلك انت غالي عندي اوي اوي اوي. اه ده انت فاكر تحت القبة شيخ بقى. امال تحتها ايه؟ قرد بقى. بقولك ايه، نمر التليفون اهي، لو وافقت على الـ2000 كلمني، المحامي بتاعي هيدفعهم لك عند المأذون لما تطلق. تلاتة بالله العظيم لا اطلبك في بيت الطاعة واجيب مناخيرك الارض يا بنت الخضري. بس بقى هبعتلك عنوان بيت الطاعة اللي هاجرهولك، هيعجبك قوي قوي. اوضة وكنبة وحصيرة وكوباية. صح. سلام سلام يا صاحبة الصون. وما فيش عفاف. حي على ايه؟ اصله صعب عليا قوي. مكالمة واحدة للشرقاوي اختفى بعدها كحكوح من على وش الارض. بعدها جه بوس القاضي عشان اسامحه ومعاه ورقة الطلاق. لكن انت لحد دلوقتي ما قلتليش انت قابلتي حسن ازاي؟ حسن حسن قابلته في حفلة في نادي الظباط، كنت مشتركة فيها بمناسبة احتفالات الثورة. كان قاعد في أول صف. عيني ما نزلتش من عليا ولا لحظة، لقيتني بتوه جوه عينيه لدرجة ان اكتر من مرة كنت هتلخبط وانسى الكلام. بعد ما خلصت الحفلة كنت معزومة على سهرة أنا وياقوت وشلة أصحاب، لقيت واقف قصادي ما عملش أي حاجة غير إنه سلم علي وبس إيدي من غير ما يقول ولا كلمة. يا رشا أنت مستنية إيه؟ تعالي أرجوك، الناس مستنيانا. امين بيه محتاج من رجال الاعمال الكبار اول بيروت. يا اهليني ومرحبتين، 60 سلامة على عويناتك يا ملكة الفن يا ست الستات وقمر الزمان. بحياة الله شرفي. تفضل امين. يا هلا. تفضل يا باشا. يا هلا. بحياة الله، في عمري كله ما حبيت غير مرتين تنتين، انت وامي. واخبارها ايه؟ ازاي صحتها دلوقتي؟ ايه منيحة، ماتت من 20 سنة. لا مضحك امين بيه، مضحك والله ده مخيف قوي. بقولك ايه، امين بيه عاوز يعمل لك جولة كبيرة قوي في لبنان. كل اللي عم بتطلبيه بننفذه. وعايز تعمل كم حفلة في لبنان؟ كيف ما بتريدي، بتريد تغني في بيروت، في الجبال، في بحلبات، وقت ما بتريد تغني بتغني. بس في حاجة أمين بيه، لازم رشا هانم الخضرة دي اسم كبير قوي تعرف اللي موجودين معاها في البرنامج. ولو خيو، نحنا جاهزين من اليوم، ست الكل تأشر واحنا نفذ النفذ. يخرب بيت أهلك ده بتعتخدنا بصة تاني. انت كاسك تكاسك
نقشك. يا سلام، ايه الكرم ده كله امين بيه؟ ما تديها لي في البيت اشجع فيها بوز. اديها لي معايا. اسمحي لي. اسمي حسن، حسن سلطان البكري. نسيت الدنيا، حسيت بالحنان، حسيت بالأمان. كان نفسي أفضل كده طول عمري. لأول مرة في حياتي حس يعني إيه حب. كنتش عايزة يغيب عن عيني لحظة. كنت خايفة، خايفة أكون عايشة في حلم جميل أصحى منه ملقهوش. ساعتها بس فكرت فعلا اعتذر عن سفر لبنان. لا 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 يا مدام رشا، السفريه دي مهمه جدا بالنسبه لنا. طب مش ممكن ناجلها كام يوم؟ كل الحكايه اسبوع، 7 ايام يعني. مدام رشا، عربيتك ايه؟ افندم؟ قصدي ماركة عربيتك. نصر 1300. لا 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 لا، مدام رشا الخضري لازم تركب عربية أمريكاني آخر نوع. سفرة إمتى؟ بعد بكرة إن شاء الله، الساعة 10 الصبح على الميدل إيست. لا، أنت هتسافري من اسكندرية بالمركب ومعاكي عربيتك الأمريكاني الجديدة اللي احنا نجيبها لك تفسحي بيها هناك وترجعي بيها تاني هنا. شرقاوي بيه، هي العربية دي فيها ايه بالظبط؟ فيها اللي فيها. طول ما انت معانا ما تخفيش يا بتعة. الا الشرقاوي ده اسم حضرتك ولا اسم العيلة؟ دي طماعة قوي. يلا سافري، تروح وترجع لنا بالسلامة يا مدام رشا.
شو خواجي عم بتسوي؟ جرايه يا امين، انت بتشك فينا ولا ايه؟ دي اهم واجمل مجوهرات الملكه نازلي وامها، دي فيها قطعه موروثه من ايام محمد علي. جرايه يا امين. ايه منيح منيح. مثل هالصنيف ولا في بر الشام كله بخاطرك. يلا يا رجال عبوا البضاعة في العربية. في المينا في اسكندرية كنت متوترة قوي، خصوصا لما لقيت بتوع الجمرك بيبصوا للعربية بشكل غريب. مدام رشا الخضري؟ ايوه. ممكن اطلب من سيادتك طلب؟ خير. ممكن صورة من حضرتك، اصل خطيبتي هتفرح بيها قوي. حاضر. قوي قوي. شهرتي ساعدتني في ان اخرج من الجمرك زي الشعرة من العجينة، من غير حتى ما يفتشوا العربية. بعدها باسبوع اتجوزنا انا وحسن، قضينا اجمل شهر عسل في اسكندريه. لاول مره في حياتي احس يعني ايه حب، مش ممكن اقدر اوصف لك السعاده اللي كنت فيها. حسيت ان عمري ابتدى معاه من جديد. حياتنا سوا كانت شهر عسل طويل، كلها حب في حب. لأول مرة أحس إن عايشة بين إيديه، كنت بنسى الدنيا بحالها، كنت حتى بنسى نفسي، لحد ما دخل حياتنا أصحاب لحسن جداد. مين دول؟ واحد اسمه إبراهيم، والتاني اسمه يوسف، والتالت مقاول اسمه عبد الجبار. وحسن اتعرف عليهم ازاي؟ عن طريق سعد، ده كان زميله من ايام الكلية، كان حسن بيحزه قوي. اتفضل. في يوم سعد جابهم وجالنا، كان حسن مستنيهم، كانت اول مرة اشوفهم. من يومها ابتدى حسن يتغير، ما بقاش حسن بتاع زمان. كنت بصحى بعد ساعات بالليل ما لقهوش جنبي، الاقيه واقف عند الشباك سرحان، زي ما يكون شايل هموم الدنيا كلها. حاولت اعرف ماله، كان في الاول بيتهرب مني ويقول مفيش. شوية بشوية ما بقاش يرد علي خالص. سعد وإبراهيم ويوسف عبد الكبار كنا بعد كده كذا مرة. كانوا بيقعدوا مع حسن يتكلموا بالساعات، بس أول ما كنت بدخل عليهم كانوا بيسكتوا. أهلا يا مدام. تحبوا تشربوا ايه؟ معذرة، نستأذن احنا. يلا يا يوسف. اتفضل يا حاج. اتفضل. بعد ما كانوا بيمشوا كان حسن بيقعد ساكت سرحان، مش حاسس حتى بوجودي. مالك يا حسن؟ مالك في ايه؟ ابتدى الجحيم، اتقلبت حقنا الكابوس فظيح، كابوس طويل ملوش نهايه. ما كنتش عارفه اعمل ايه، حسيت انه بيضيع مني. بعد النكسه حسن اعصابه بقت جهنم، ما بقاش طايق حد، بقيت خانق مع كل الناس حتى
سعد صاحبه، وفي يوم دب معاه خناقه قرب السما، ولاول مره مد ايده عليا. ضربك ليه؟ بعد ما خرج سعد سالته مالك. مالكيش دعوه. ماليش دعوه ازاي؟ انا مراتك ولازم اعرف. انت مالك موتة مش طبيعي. خرجت ما بقتش مصدقه نفسي. مش ممكن ده يكون حسن اللي حبيني وحبيته. سابني ومشي. كنت هتجنن. بعدها كلمني في التليفون، اعتذر لي وقال لي نلبس اجمل فستان عشان هنروح نحتفل بعيد جوازنا، وبدل ما يجي اتقتل. مين اللي قتله؟ مش عارف. طب اتقتل ليه؟ برضو مش عارف. انت قلتيلي ان حسن اتخانق مع صاحبه ده اللي اسمه سعد يوم ما ضربك، اتخانقوا ليه؟ وانا في المطبخ صوتهم عالي. مش كفايه اني وافقتكم ومشيت معاكم؟ يكون ده جزائي؟ انت بطريقتك دي هتودينا كلنا في داهيه. ده شرطي الوحيد، يا تقبلوه يا اما. في ايه يا حسن؟ هي ايه الحكايه بقى بالظبط يا سعد؟ ممكن اعرف؟ عن اذنكم. في ايه يا حسن؟ وانت في المطبخ كانوا بيقولوا ايه؟ مش فاكرة. ركزي شوية وانت تفتكري. اظن حاجة عن مطارات، وجات سيرة ابراهيم ويوسف وعبد الجبار كذا مرة. كان المفروض يتصلوا بيا، ولا اتصلوا ولا جم. ما انت عارف الظروف. ظروف يا سعد؟ انتوا بدوكوا في المايه البارده. انا اللي حرفت داهيه، انا اللي فش المدفع. مش كفايه اللي انت عملته؟ عمل ايه؟ مش فاكره. حاولي يا رشا، حاولي، حاولي تركزي شويه، حاولي. مش فاكره، مش فاكره، مش فاكره. ولا يهمك، بكره نكمل. انا يا دوب الحق ابيض الورق ده كله. رأفت جاي في زياره بكره، هديله الجزء الاولاني ده كله. تفتكر هيسمحوا له بالنشر؟ ما تخافيش، رأفت له اكتر من سكه. توتك اللي افتكرت. اخص عليك. اخصي وهبب ايه وطين ايه على دماغك؟ ايه اللي اتعملتي ده؟ انت اتكلمتي؟ انت اتهرشتي في نفوخك يا رشا؟ انت نشرانة. مذكراتي. بص انت مين انت؟ انت مين؟ رومل ثعلب الصحراء؟ نابليون بونابرت؟ السناتي خليفة؟ عشان تنشري مذكراتك؟ لازم توقفي المهزله دي فورا وتدعي ربنا انها تنتهي على خير. هيعملوا فيا ايه اكتر من اللي عملوه؟ هيعملوا فيا. اسمع انا جاي لك عشان العيش الملح، عشان العيش اللي كانت بينا، عشان ما تقوليش انا ما حذرتكيش، ما قلتلكيش، فاهمه؟ انت
انت مين اللي بعتك يا صايخ؟ بيتك. انا ماليش حد، انا ما حدش بعتني، انا ما اعرفش حد، انا ما اعرفش حد، انا ماليش غير في الفن وبس. مستنياك من المغرب. قومي 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 يا حبيبتي، قومي في الايامك وفي الليالك. طلعي طلعي يا بات، احكي لي خرجت من السجن انت؟ يعني ما اكلتيش يا بات؟ الحمد لله، انا من زمان ما اكلتش اكله زي دي. بالهنا والشفاء. اعمل لك دماغ يرمش الطاسه. ايه ده؟ ده المدعو اللي طالعين فيه اليومين دول، برشام يصحنوه بدل البودره. سبيني وبينك، البودره اليومين دول غاليه قوي 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 قوي، ما يقدرش عليه الا اللي عظمه طري. هو انت لسه عظمك طري يا كحكوح لحد دلوقتي؟ وآخر العمر يا بنت، ما هو في ناس كده يتولدوا عظمهم طري.
ويفضلوا كده لحد ما يموتوا. خدي بقى اسحبي لي الخط. لا 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 لا، الحمد لله كفايه عليا الشاي. نعم بقول لك ايه يا كحكوبه، ممكن اقعد عندك يومين لغايه ما ادبر حالي؟ اخصى عليك يا باتع، ده كلام تقوليه؟ ده بيتك ومطرحك، ان ما شلتكيش الارض اشيلك فوق راسي. تشكر يا اخوي. اخوك ايه؟ اخوك ايه يا بيت؟ ده انت الوحيده اللي رطبت حبه قلبي من جوه. يا راجل انت لسه فاكر؟ ولاخر العمر يا بتا. بقولك ايه، تيجي ندخل جوه وناكل ملبس؟ اسمعني كويس يا كحكوع. سامعك سامعك يا رب الصون والعفاف. اوعى تفتكر ان انا فقيرة عشان الحكومة حبستني وصدرت اموالي. ايه تكوني شرادة على خميرة من ايام العز؟ كام؟ كتير قوي. اكيد، ما هو ولاد الكلب اللي ركب لي خنزيرة وحلوفة وقال يقولوا ايه، احنا اللي دهنا الهوادوكو احنا اللي هنا. ايوه كده اضحكي وفرفشي. يخرب عقلك يا كحكوم. ما قلتليش هي الفلوس فين؟ الفلوس شايلها عند واحد لازم الاول اوصل له، وبعدين مقدرش ابينها كده مره واحده لحسن الحكومه تاخد بالها. صح، ده عين العقل. الحكايه عايزه سقساه واحده واحده. عليك نور. ولغايه ما تحصل السقساه دي بقى انا محتاجه لك. انا تحت امرك من جنيه لالف. لا يمكن اكتر. ها وماله وماله، انا كل ملكك. بقولك ايه، انا بقى عندي فكره حلوه قوي. ايه رايك لو نرجع الميه المجاريها ونعيد ليالي زمان وايام زمان؟ مين ده؟ مين فين؟ اللي في التلفزيون ده؟ دول شويه وزراء مالناش دعوه بيهم. خلينا في موضوع. قول لي يا كحكوح، الشرقاوي فين دلوقتي؟ شرقاوي تعيشي انتي؟ مات من زمان في السجن. مخدرات برضو؟ لا لا لا، سياسة. راح هو ومجموعة كبيرة قوي، كل كبارات البلد راحوا في قشة واحدة. لا مش كلهم. مدام رشا، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حبينا على السلامه. كويس انك فكرني. وهل يخفى القمر، اتفضلي. اهلا وسهلا، طلعتي امتى؟ من كام يوم. الف حمد لله على السلامه، يا اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي، شوكولاته. لا متشكره قوي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ رافت؟ ازاي الولاد؟ الحمد لله. عمرو دلوقتي بقى في الجامعه، ودينا في ثانويه عامه، في اتنين صغيرين لسه في ابتدائي، لسه قدامهم المشوار طويل قوي. هو حضرتك اتجوزت؟ ياه من زمان. على فكره عندنا هنا عصير فريش يجنن، ايه رايك؟ ايه يا مدام رشا، مش ناويه بقى ترجعي للفن والغنى؟ حقيقي حقيقي افتقدناكي. ده انت لو رجعت دلوقتي هتكسر الدنيا، والله في الفترة اللي حضرتك غبت فيها طلعت علينا شوية بلاوي مش عارف اقول لحضرتك ايه. في سيناريو بقى. استاذ رأفت. ايوه مدام رشا. مش عايز حتى تعرف ماتت ازاي؟ عارفة الكلام ده عدى عليه كام سنة؟ حتى لو عدى عليه وقت. لا يا مدام رشا، الزمن بيداوي حاجات كتير قوي، وانا اياميها اطلعت على التحقيق وعرفت الخناقه اللي حصلت بينكوا وبين السجانه. ما كانش في خناقات، ومش السجانه اللي قتلت امال. امال يعني ماتت ازاي؟ اللي قتلوا مراتك هما اللي دخلوني السجن، وهما اللي وقفوك عن العمل،
وحولوك على التحقيق لما نشرت مذكراتي. هما الشطار اللي كنت عايز تفضحهم. زمان كنت صحفي صغير ما كنتش تقدر تقف قصادهم، لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقيت رئيس تحرير وتقدر تفضحهم زي ما انت عايز. رشا، انت بتتكلمي عن مين بالظبط؟ ابراهيم السويفي، يوسف ابو نصير، وعبد الجبار محمد عبد الجبار. مدام رشا، مدام رشا، باختصار شديد انا تعبت كتير وحاربت كتير وتنازلت عن حاجات كتير قوي عشان اوصل للكرسي الجميل ده، وبصراحه مش مستعد اتنازل عنه. ومين طلب منك تتنازل عنه؟ حضرتك. مش فاهمه. عارفه حضرتك يا مدام رشا، الاسماء اللي انت قلتي عليها دي ممنوع الاقتراب منها اساسا. تعرف كورنان ده اللي انا رئيس تحريره، لو عبد الجبار بيه منع اعلانات شركه واحده بس من شركاته يقفل. يعني ايه؟ يعني انسي، فرجت. ومراتك؟ مراتي في البيت بتربي العيال، والحي ابى من ميت. والشطار؟ الشطار، الشطار زمان كانوا 10 20 100، لكن النهارده البلد كلها بقت شطار، كله بيشطر على كله، ولما تشوفه قول له على راي الاستاذ علوي. عاوز نصيحتي بجد بجد، حاولي تعيشي في سلام، ويا ريت تبعدي من سكه الناس دي خالص، ويا ريت ما يعرفوش انك انت طلعتي من السجن من اصله. ياه للدرجه دي؟ واكتر. استاذ رافت، طز فيك وفيهم وفي الكرسي اللي انت قاعد عليه، وجيني وما اعبد، ده انا فتحهم كلهم واحد واحد وانت اولهم. ولا صلاح، اديني النمره بتاعت عبد الجبار بيه الخصوصيه. انا من رايي نخلص منها من زمان، من ايام السجن، كنا دلوقتي مرتاحين. نخلص من ايه؟ هي ايه؟ فرخه. وبعدين احنا حاولنا قبل كده يا مع اني كنت رافض الاسلوب ده. وانا كمان كان كفايه قوي نمنع الناس. يا سلام، انتوا الاثنين رافضين الاسلوب ده؟ انا اللي جخه بقى وقعت من الارض قطفه؟ انت اللي عصبي وهتفضل طول عمرك عصبي. انا اللي عصبي؟ مش انت اللي قايل عبد الجبار انها خارجه مش ساكته وناويه تفتح الدم القديم وبتتصل بالصحافه؟ مش انت اللي قايل كده؟ ايوه يا يوسف، مش معنى كده اننا نقتلها. امال ايه، ناخد بالحضن يعني؟ ما تقعد يا اخي، انت واقف على اشابرك ليه؟ ما تقعد زينا كده عشان نعرف نفكر. انا بقول لكم الوليه بدي بايع روحها ومش خايفه على حاجه ومش هتخسر اكتر من اللي خسرته. وانا بقول لكم بقى، النوع ده ممكن يرتكب اي حماقه. زمان احنا كنا ظلام صحيح، النهارده مش هبكي، وكل واحد مننا عنده اللي يخاف عليه. عشان كده مش لازم نتهور. خلاص انا متهور وابن كلب وطايش، وانتوا بقى حكماء زمان، تعرفوا تقولوا لي هنعمل ايه في المصيبه دي؟ يا يوسف، يا يوسف. ايه يا عبد الجبار؟ معذره يا باي، كل عقده ولها الف حل. انا اسفه اني جيت لسعادتك من غير ميعاد. وفي البيت مش في المكتب. في الحقيقه اللي شجعني اني اجي لسعادتك انك كنت متعاطف معايا وانت بتحقق معايا من 10 سنين. فاكر سعادتك؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. ليه حضرتك خدت اجازه وسبتني واجه المصير ده لوحدي؟ وانت عارف كويس قوي اني بريئه. انت عاوز ايه؟ انا مش طالبه غير العدل. حضرتك رجل قانون، وبيقولوا ان الظروف دلوقتي اتغيرت وان البلد بقى فيها سياده قانون. انا
ايه ده؟ ده طلب لإعادة فتح قضيتي القديمة. عارفة اللي بتتهميهم دول بقوا ايه دلوقتي يا مدام؟ سمعت انهم بقوا اكبر ناس في البلد. مفيش حد كبير على القانون يا مدام، بس انا ما اقدرش افتح تحقيق في قضية منتهية الا اذا كان تحت ايدي مستندات وادلة جديدة. انا متأكدة ان الناس دي هي اللي قتلت حسن، واذا ما كانوش هما يبقوا عارفين مين اللي قتله وليه. لما يبقى عندك دليل او مستند جديد تأكدي ان مكتبي هيكون مفتوح لك في اي وقت. اتفضلي. مع السلامه مدام رشا. اسمعني كويس، بكره من بدري تروح على اداره المحفوظات، عايز ملف قضيه البتعة السيد الخضري. ايوه هي 68 على ما اذكر. الملف ده يكون على مكتبي الصبح بدري بمنطوق الحكم والحيثيات. سلام. انت متاكد ان هو ده العنوان؟ اه هو العنوان اللي قلت لي عليه ده يا ست. يا ريس دقيقه واحده من فضلك. نعم يا فندم. مش كان في هنا بيت بدورين؟ حضرتك عايزه مين بالظبط؟ عايزه المقدم سعد الدين سلومة. ابن الحاج ابراهيم سلومة الكبابجي؟ مش عارفه، بس هو كان ظابط في الجيش. يبقى هو، دول سابوا الحته من سنين طويله. ما تعرفش راحوا فين بالظبط؟ انا اسمع ان هم في الهرم، لكن فين في الهرم الله اعلم. ولا حد هنا من الموجودين يعرف هم فين. علمك، لكن اسالي واللي يسال ما يتوهش. طب متشكر يا ريس، كتر خيرك. العفو يا فندم. كبابجي كمان يا فتحه؟ ايوه يا كحكوح. وده عرفتيه منين؟ هو راخر. ما هو ده اللي انا شايله عنده الفلوس. رحت اسال عليه، قالوا ساب المنيره وراح الهرم، بس ما حدش عارف عنوانه فين. طب انت عايزاني اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ معرفش، اتصرف. شغل رجالتك كلهم يدوروا عليه، ويوم ما تعتر فيه لك عندي هديه كبيره قوي. وال المبلغ يعني يستاهل كتير؟ ايوه كتير قوي يا كحكوح. انت قلتيلي اسمه ايه ابن الكباب كده؟ سعد الدين سلومة. ايوه عادل، اسف اذا كنت صحيتك. عايزك تجيب لي ملف انتحار المقدم حسن سلطان البكري. ايوه البكري، هتلاقيه في سجلات النيابه العسكريه، يعني اواخر 67 او 68، مش متاكد بالظبط. يا سيدي لما اشوفك ابقى احكي لك. تصبح على خير. مساء الخير يا مدام رشا. نعم. انعم الله عليك يا مدام. طبعا حضرتك مستغربه
انا جيت هنا ازاي وجاي ليه وايه اللي جايبه لحضرتك معايا؟ ما شاء الله عليك وعلى ذكائك. يا ترى في حد هنا؟ مش شغلك. مش مهم، انا عديت على كحكوح تحت في القهوه وما افتكرش انه هيجي قبل انا ما اخرج. استاذ رأفت، انت عايز ايه بالظبط؟ مدام رشا، الجماعه بعتين لك سلامهم وبعدين شيك ب150,000 جنيه عربون، وفي قدهم مرتين لما تسافري. اسافر فين؟ تونس. في كازينو هناك هيتجنن عليكي، عايزين يتعاقدوا معاكي عشان تغني فيه، وحاطين كمان مبلغ خرافي. عارفه كم؟ كام؟ 25,000 دولار في الشهر. ده بقى غير الاقامه والفسح والشرب والنوم. ياه، ده عرض مغري قوي. وهقعد هناك لغايه امتى؟ لغايه لما هما يقولوا لك تعالي. بس انت عارف ان انا بطلت غنى. حتى لو بطلت غنى ما غنيتيش خالص، مش مهم، المهم ان المبلغ هيوصلك كل اول شهر. قلت ايه؟ مدام رشا، الناس دي ما بتهزرش، انت عارفه كلمتهم زي السيف. اظن انت جربتيهم قبل كده. تحب اقول لهم ايه؟ قول لهم اني موافقه، بس اديني شهر عشان احضر فيه نفسي. خليها تتفضل. سبتوني ليه؟ ليه ما طلعتونيش من السجن؟ ستك عارف اني مظلومة، ده انا ماليش في الدنيا غيركم. كلنا ظلمنا، الظروف كانت وحشة علينا كلنا، صدقيني يا رشا. صدقك. خرجت امتى؟ من اسبوعين بس، بمناسبة احتفالات 6 اكتوبر. المهم هترجع الشغل امتى؟ لا انا مش ناوي ارجع، انا عندي الاهم. اللي هو ايه؟ ارجع حقي، ارد اعتباري. معاكي حق 100%. تصدق سعادتك، عايزين نسيب بلدي، عايزين يوفوني في الغربه بقيت عمري. شايله بعتين لي رشوه اروح اغني في تونس. وانتي قلت لهم ايه؟ انا نايمتهم لغايه لما اخد راي سعادتك. برافو عليك، مش لازم تسيبي حقك، وكمان مش لازم تسيبي بلدك. على العموم انا هقابل المحامي الخصوصي بتاعي واعرض عليه الموضوع واشوفه هيعمل ايه. تحبي تاخدي الشيك ولا اعرضه على المحامي بتاعي؟ لا خليه مع حضرتك. على العموم انا قلت لهم يدولي مهله شهر. لا لا لا، قبل كده بكتير الموضوع هيكون منتهي. انا عايزك تكوني على اتصال بيا، ولو عرفتي حاجه اي حاجه مكتبي مفتوح وتحت امرك. ايوه يا فندم، حضرتك بعت لي ده تقرير طبيب الشرعي، بص فيه. خير يا فندم؟ في حاجه؟ حاجات. مسدس حسن اللي اتحرز اطلق منه رصاصه واحده، وتقرير طبيب الشرعي بيقول الجثه كان فيها اصابتين، واحده في الراس وواحده في الركبه. تيجي ازاي؟ طب ما هي مفسره نفسها يا فندم، هي صعبه شويه لكن ممكن. القرفصاء وضع الجنين بالظبط يا فندم،
الواحد لما بيكون خايف بياخد وضع الجنين، فاكيد حسن عمل كده، طلع المسدس ضرب من هنا، دخلت الطلقه من هنا، طلعت من هنا، خبطت هنا وطلعت هنا. هي نظريا ممكن، نظريا كل حاجه ممكن، بس برضه في حاجه غلط. انا مروح، تحب اوصلك؟ يا ريت يا فندم. يلا. انتحر وهو قاعد يسوق العربيه زي كده، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. يبقى استحاله ياخد وضع الجنين مع وجود دركسي. عمرو ابعت لي كل وكلاء النيابه وقول لهم يعملوا حسابهم على سهره صباحي. وانت خد الملفات دي، لازم نفحصها ورقه ورقه وكلمه كلمه وحرف حرف. هندور على ايه بس يا فندم؟ مش عارف، بس الحكايه فيها لبخ للدجى. اكيد في علاقه ما بين اتهام بتاع السيد الخضري وبين قتل حسن البكري. قصدك انتحار حسن البكري؟ لا، قتل حسن سلطان البكري. اتقتل، ما انتحرش. عليك يا بتعة، وانا انا كنت عملت ايه؟ كنت بسهل. حق عليا ان انا جايب لك خبر حلو. عرفت مكان سعد؟ مش هقول لك. يا راجل اتكلم. قطه الاول وانا اقول لك. وبعدين معاك بقى، ما تعصبنيش، انا اعصابي بايظه. قطه الاول واقول لك. لا يا حلوه، ما تاخدنيش هدوك، انا عايز من شفايفك الحلوين دول اللي زي النبقه اللي يدك لهم هم. انت هتتكلم ولا وجهيني اسيب لك البيت وامشي؟ خلاص. وعلى ايه؟ اتفضلي. ده عنوان سعد؟ لا، عنوان واحد قريب كبابجي زي ما قلتي. انا عايز ملبس. وانت يا عال نفس النتيجه يا فندم. هي هي بس كده. وصلنا للحلقه المفقوده. في تلات اسماء بيتكرروا معانا باستمرار: يوسف ابو نصير، ابراهيم السويفي، وعبد الجبار محمد عبد الجبار. ايوه يا فندم، بس دي كلها قرائن، مفيش دليل على اي حاجه. اصبر اصبر يا سي عادل. مدحت يا فندم، اعمل لي طلب استدعاء للفرسان التلاتة دول علشان ناخد اقوالهم في مقتل حسن سلطان البكري. حاضر يا فندم. عاوزهم بكرة الصبح يكونوا في مكتبي. سلام عليكم. بينا يا محمد. يا فندم ده مش تحقيق، ده مجرد اخذ اقوال، واعتقد ان ده ابسط حقوق النيابة. يا حاتم افهم، انا التليفون عندي مهمتش من ساعة الناس دي ما دخلت مكتبك. افهم من كده سعادتك انك بتطالبني باني اوقف التحقيق معاهم؟ انت عارف يا حازم، الناس دي مراكزها كبيرة وحساسة، ومفيش داعي لعمل شوشرة من غير اساس. فيه اساس يا فندم. اذا كنت زمان اجبرت اني اخد اجازة، فانا المرة دي محضر استقالتي. يا اما استمر في التحقيق بما يمليه علي ضميري، يا اما سعادتك تقبل استقالتي المسببة فورا. اعمل اللي ضميرك يمليه عليك يا حازم. قصدك على الواد سعد ابن المرحوم ابراهيم سلومه؟ ايوه هو ده.
ده واد طايش وفسدان، ده باع بيتهم اللي في المنيره وصرفوا على الخمره. انت عاوزه منه ايه يا بنتي؟ اعمل معروف يا حاج، اعمل معروف، ده موضوع مهم جدا، اعمل معروف. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك ايه يا بنتي، انا هدلك على عنوانه. طيب ازيك يا سعد؟ رشا ايه؟ هتسيبني واقفة على الباب كتير كده؟ لا ابدا يا ناس، اتفضلي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا كنت فاهم تأبيدة يعني طول العمر. أنا هعمل قهوة، تعملك معايا؟ يا ريت. انت بطلت خمرة؟ النهاردة أول يوم، الدكتور قال لي لازم أبطل، حذرني لو شكلك كده عايش لوحدك. انت لسه ما اتجوزتش؟ لا. طول عمرك تحب الوحدة، ما كانش بيملى عليك حياتك غير حسن. فاكر حسن يا سعد؟ قهوتك ايه؟ زي ما تشربها. تعرف حسن كان دايما يقول لي ايه؟ كان دايما يقول لي انك انت صاحبه الوحيد، كان بيعايزك قوي. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه الحقيقه. الحقيقه انا قلتها في التحقيق. لا مش هي دي الحقيقه، وانت عارف الحقيقه كويس. انا ما اعرفش غير اللي قلته في التحقيق وبس، واللي قلته في التحقيق هو الحقيقة. أنا قضيت في السجن 3765 ليلة، وليالي السجن طويلة. طول الليالي دي ما كانش فيه في دماغي غير حاجة واحدة بس، دورتها في دماغي على كل ناحية، أنا هنا ليه؟ لغاية لما عرفت. عرفت إيه؟ عرفت إني اتسجنت عشان قلت إن حسن اتقتل، وانت عارف مين اللي قتله واتقتل ليه. قول لي يا سعد، مين اللي قتل حسن وقتلوه ليه؟ انت عايزه ايه؟ عايزه ايه بره؟ انت حمارة ما انتش فاهمه حاجه بره. انت حمار وكلب وحقير. الحقيقه ايه؟ مش هسيبك تتكلم. الحقيقه ايه؟ رجعك بعد السنين دي كلها. جاي ادور على الحقيقة. هتقدر؟ هقدر لو انت ساعدتني. هقدر. يا حازم بيه، معذرة. هو انت سيادتك يعني ان شاء الله كده بتتهمنا بحاجه؟
الحقيقة لحد دلوقتي لا، لكن قريب قوي احتمال. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي للسفر بره مصر اليومين دول. مفيش في الدنيا حاجة كده. هو ايه اصله ده؟ مطلوب مننا ايه؟ نعطل مصالحنا ووقف شغلنا؟ وده اللي مستحيل. استنى يا يوسف. يا حازم بيه، معذرة، انت يعني لحد دلوقتي مفيش تحت ايد سعادتك اي سند قانوني يخليك تتصرف معانا بالشكل ده؟ هيبقى فيه ان شاء الله، وعلشان كده اصدرنا قرار بمنعكم من السفر خارج البلاد. ده تهريج وكلام فارغ. ويكون في علمك بقى انا هوصل لاعلى السلطات. تلاتة بالله العظيم، لو نطقت كلمة زي دي تاني او حتى كلمة شبهها لكون حبسك. تسجني؟ تسجني انا؟ انا يوسف ابو نصير. مش كده يا يوسف، ما تسمع. مش كده. معذرة يا حازم بيه، انفلاتها غصب عنه. معلش، هو سعادتك دلوقتي عايزنا في حاجة تانية؟ تقدروا تتفضلوا. يلا يا جماعة. اتفضل يا حاج. صاحب حسن سعد الدين سلومة. فاكرة لما تعرفنا على إبراهيم ويوسف وعبد الجبار؟ اكتشفنا انهم كانوا عاوزين يدخلونا عمليه كبيره قوي، مكسبها كبير. عمليه ايه؟ كان في مناقصه على بنا 3 مطارات، كانوا مطلوبين على وجه السرعه. ابراهيم بقى يجيب لنا كل العطاءات المقدمه، احنا بقى بدورنا هنقدم عطاء باقل. يوسف هيكون المهندس المنتدب للاشراف على عمليه البناء. المطلوب منك بقى يا ابو علي انت وسعد انكم تمضوا على محاضر التسليم بان المطارات ديت مطابقه للمواصفات. صعبه دي كده من غير معاينه؟ معاينه ايه يا ابو علي؟ المهم المقابل كام؟ 2 مليون جنيه ليك يا ابو علي، ومليون لسعد. خد وقتك وفكر، ده رزق. تفكير ايه يا حاج؟ ودي محتاجه تفكير. احنا دخنا لغايه ما جبنا العمليه دي. لا يوسف، لازم يفكروا كويس قوي قبل ما يوافقوا، واذا وافقتوا يبقى مفيش مجال للتراجع. اغراء الفلوس كان جامد قوي، ما قاومناش كتير، وبدا الشغل في المطارات وتم التسليم والمحاضر اتمر في هدوء، كل شيء فضل تمام التمام لغايه 67. لحظات كانت المطارات متبخرة، الممرات اللي كانت مفروض تستحمل قنابل 1000 رطل باظت من طلعت الفيكرز. في أواخر 67 شكلت لجنة للتحقيق. لا سيادتك حاج، انت خلصت على ديت من بدري وقعد مستريح، لكن في واحد مغفل مضى ووقع وقال لم تطبق المواصفات. ما تخافش يا ابو علي، معذرة، اطمن، حتى لو حققوا معاك التحقيق هيتحفظ. انا مش هستنى حققوا معايا يا حاج، يا تنفذوا لي طلباتي بسرعه، يا اما عليا وعلى عدالي، انا مش هضيع لوحدي. انت عايز ايه بالظبط يا حازم؟ قرار بتعيني ملحق عسكري بره مصر. ده بيخرب. بيقول ايه ده يا بني ادم؟ انت مش نديان باللي احنا فيه؟ الدنيا مولعه. اقسم بالله العلي العظيم لو قرار ده ما كانش في جيبي خلال 48 ساعه لا طلع الورق اللي عندي واوديكم كلكم في داهيه. بعدها بكام يوم اتصلوا بيا وقالوا لي قرار تعيين حسن ملحق عسكري في لندن صدر، وطلبوا مني احدد معاه ميعاد عشان يسلمهم الورق ويسلموا القرار. طلعنا على الهرم، كان في شاليه هناك في صحراء سيتي كنا دايما بنتقابل فيه. فين القرار؟ اطمن يا ابو علي، يومين ثلاثه بالكتير ويكون عندك. ما كانش اتفقنا يا سعد؟ ايه حكايتك بالظبط؟ هو ده عيال ولا ايه؟ اسكت انت، اسكت. استنى يا يوسف. جاوب ايه؟ يوسف حسن، الاحوال دلوقتي ملخبطه والناس اللي احنا بنشتغل معاهم قالوا بعدين. ولا بعدين ولا قبلين. هات فين؟ استنى بس يا ابو علي. عايز ايه تاني يا حاج؟ هم موافقين ومرحبين يا ابو علي، وفي اكتر من مكان فاضي. انا لو طلبي ما اتحققش هبلغ عنكم كلكم واقولكم. انا جرى ايه؟ انت كملت ولا ايه؟ لا،
هتكلمها ساعه. حسن كفايه بقى يا سعد كفايه. طب ايه؟ استنى بس يا حسن. هو المفاجاه شلتني. حصل زعيق وسريف وخناق وفجاه سكتوا. معلش يا حسن. أبشع جريمة شفتها في حياتي. صاحبي بيتقتل قدام عيني وأنا مش قادر أتحرك. شالوها على عربيته وطلعوا بيه بعد ما رسموها ونفذوها على إنها تبان انتحار. أنا اتأكدت إن ميت ميت. لو مش في ساعتها هيبقى بعدين. لولا إنهم في وسط الهوجة نسيوا الورق. أنا لقيته كأنه كان طوق النجاة بالنسبة لي. أخدت الورق وهددتهم بيه بعد كده. فهمتهم إن أنا شايله عند ناس قرايبي وإني لو جرى لي أي حاجة هقدمه للنيابة. فين الورق ده؟ عندي هنا. تخيلي شايله من أمي. عايزاه؟ يا ريت. تحت السرير اللي جوه هنا في اوضه النوم هتلاقي شنطه فيها شويه كراكيب. هتلاقي الورق جواه. أي خدمة يا فندم؟ حازم بيفهم من فضلك. هو خرج من شوية. تحب حضرتك نبلغه حاجة لما يرجع؟ لا أنا عايزة هو شخصيا. متشكرة أوي. استنى. ولا أقول لك اطلع. طالع فين؟ اطلع على طول على طول. ماشي. أنا قاعد في مكتبي، الكلام ده ما ينفعش. سيبها يا عم. تعالى يا عم. طيب خلاص. خليهم يسمعوني على هنا. مع السلامة. تصدقي؟ أنت لسه كنت على بالي. إيه؟ مالك يا رشا؟ كنت هموت. كانوا هيقتلوني. قتلوا ساعته وكانوا هيقتلوني. بيدور عليا في كل حته. طيب طيب اهدي خالص. اهدي يا رب.
رشا حبيبتي قولي لي بقى ايه اللي حصل بالظبط؟ رجالتهم دخلوا علينا قتلوا ساعتي وحرقوا الشقه وانا مفتب عجوبه. رجاله مين بالظبط؟ ابراهيم ويوسف وعبد الجبار. طب وانت عملت ايه؟ انا جبت الورق اللي يثبت ان هم اللي قتلوا حسن. الكلام مش هينفع هنا، تعالي معايا. تعالي يا رشا. دي الاوراق اللي اتهموني بسرقتها من مكتب حسن ودخلوني بسببها السجن. لو وكيل النيابه هيشوفها هيوديهم في كلهم في 60 داهيه. لا معاهم حق قوي يتجننوا عليه. سيبيلي انت الورق ده، انا بنفسي هعرضه على المحامي وهطلب منه انه يفتح الملف القديم كله. اظن مفيش داعي للخوف بقى. احنا رايحين فين؟ انا هوديكي مكان محدش يقدر يوصل لك فيه. بعد اللي حصل ده كله لازم ابقى مطمن عليكي. نورت الفيلا المتواضعه بتاعتي يا مدام رشا. بتفكرني بفيله المقدم، فاكرها سعادتك؟ ودي ايام تتنسي. اتفضلي. السندات اللي اديتها لحضرتك انسي بقى، ارمي الحاجات دي كلها من ورا ظهرك. يعني انت اللي قتلت حسن؟ انت اللي سجنتني وضيعت عمري؟ كله كله يا رشا. وانت اللي وسعد؟ مفيش حاجه حصلت من ورا ظهري. المطلوب دلوقتي ان احنا ننسى الماضي، نقلب صفحه ونفتح صفحه جديده. لازم بقى نبقى اصحاب، نبقى حبايب. كفايه عداوه بقى، مش كده ولا ايه يا بدع؟ كده يبقى انت اللي اخترتي. خسارة يا بتاع. يبقى خلاص كده موضوعك انتهى. لا لسه ما انتهاش يا طارق بيه، ده هيبتدي والكلام هيكتر فيه قوي. ايه ده؟ مين ده؟ عارف سعادتك؟ ابعد حاجة كنا نتخيلها واحنا بنراقب الجماعة اننا نلاقي سعادتك معاهم. ايه اللي انت بتخرفه ده؟ انت عارف انا مين وممكن اعمل فيك ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه، لان دلوقتي مفيش حد فوق القانون. دخل الاساس يا واد. اسف على الاساس. اعادوا اعادوا. اهلا يا بس. اهلا. اتفضلي. اهلا. باين عليك مشغول قوي يا كحكوح. زباين جدد. انما ايه؟
اخر فلالي. اللي راكب لي خنزيره واللي راكب لي تمساحه وبكره يفتح هيركبوا لي الجاموسه. اقعدي اقعدي، هاتي كرسي واقعدي دلوقتي تحت حلاوه. لا انا جاي اسلم عليك عشان ماشي. رايحه فين يا بتا؟ مفتاح الشقه. بقول لك ايه، ما تيجي نحط زيتنا في دهنا ونقلب عيشتنا. اشوف وشك بخيرك يا حكوح. بتعه ما تنسيش، ده احنا بقى اللي دهنا الهوا دوكو. واحنا اللي كتبنا عليه. ها تحكوه كله تمام. اهلا 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 بالبهوات، اهلا بالبشوات، تفضلوا. نورتوا نورتوا كحكوح برس، كله واخر تمام. جرى ايه يا كحكوح؟ مش قلنا مفيش حد؟ يا كريم بيه، دي فرقه عميان، لا بتشوف ولا بتسمع ولا حتى بتتكلم. اتفضل اتفضل اتفضل. احلى وانت انت يا انت، طب ما احنا احنا احنا، بس احنا احنا مش اي اي، بغمزه واحده واحده وبهزه واحده واحده، لو كنت رايح هتبقى جاي. هتشكشكها؟ لا ما هشكشكها. هتشكشكها؟ لا ما